بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب الفرقة الرابعة إرشاد سياحي، نلتقي سويا مع المحاضرة السادسة من مقرر تاريخ مصر المعاصر، وحديثنا اليوم ينصب حول موضوع حركة الضباط الأحرار أو تشكيل حركة الضباط الأحرار. رأينا في المحاضرة السابقة كيف استطاعت الأحداث التي أعقبت حريق القاهرة من الإطاحة بالحكومة الوفدية برئاسة فؤاد سراج الدين، وكيف استغل الملك فاروق هذه الأحداث استغلالا جيدا للإطاحة بهذه الوزارة الوفدية. حركة الضباط الأحرار يمكننا القول أنها حركة عسكرية نالت تأييد شعبي، ترجم بصدق في 23 يوليو سنة 1952 ميلادية، وهي عبارة عن حركة عسكرية تم تكوينها بواسطة مجموعة من الضباط الأحرار، أطلقوا على أنفسهم اسم تنظيم الضباط الأحرار أو حركة الجيش، ثم عرفت بعد ذلك باسم ثورة 23 يوليو. وتميزت ثورة يوليو بأنها حركة عسكرية تكونت، أو ثورة عسكرية تكونت على يد مجموعة من شباب الضباط لم تتجاوز أعمارهم 35 عاما، باستثناء بعض القيادات مثل اللواء محمد نجيب والبجباش يوسف صديق والقائم مقام أحمد شوقي قائد الكتيبة 13، إلا أن الأغلبية العظمى منهم كانت لا تتجاوز أعمارهم 35 عاما. واستطاعت هذه الحركة أن تكسب تأييد شعبي واسع، وبالتالي أمكن المؤرخين القول بأن 23 يوليو 1952 هي ثورة أو حركة عسكرية نالت تأييد شعبي وساندها الشعب مساندة كاملة. تشكلت لجنة تنفيذية لهذه الحركة، وانتخبت الرئيس الراحل جمال عبد الناصر رئيسا لها. وعندما علم الملك فاروق بتنظيم الضباط لهذه الحركة وأحس بالخطر من تحركاتهم ونشاطهم داخل الجيش، وظهر ذلك واضحا وجليا في تحديهم له أثناء انتخابات نادي الضباط، وقاموا بإصدار بعض البيانات والمنشورات بعد حريق القاهرة التي كانت تحمل الملك وحكومة إنجلترا المسؤولية صراحة عن أحداث حريق القاهرة. ومن ثم استشعر الملك فاروق الخطر من تلك الحركة، فحاول أن يسعى جاهدا إلى إجهاضها وإلى القضاء عليها. وكانت لديه حقيقة الأمر نية مؤكدة ومبيتة لاعتقال زعماء تلك الحركة والتخلص منهم، خاصة بعد أن تمكنت الجهات الأمنية من كشف أسماء بعض الضباط الأحرار، وكانت غالبيتهم ممن ينتمون للجنة التأسيسية. واختيرت ليلة 22 يونيو للقيام بالحركة لمفاجأة الحكومة الجديدة برئاسة أحمد نجيب هلالي، قبل أن يتمكن وزير الحربية الجديد من إصدار التعليمات والأوامر بالتصدي له. ولكن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر أجل موعد قيام الثورة لليلة واحدة. كان من ضمن الإجراءات التي اتخذها الملك فاروق عندما أحس بخطر هذه الحركة أن سارع بإرسال أموال طائلة للخارج، وبدأ على الفور يأمر بإجراء تحقيقات من قبل أجهزة الشرطة والجيش، ولكن لم تنتهي هذه التحقيقات إلى شيء. فترددت آنذاك في المجتمع المصري الإشاعات بأن الملك فاروق يعد العدة لاعتقال بعض ضباط الجيش. ومن ثم اجتمعت اللجنة التنفيذية لحركة الضباط وبدأت تستعرض الموقف، ورأت أن الفرصة مؤاتية ومواتية للقيام بثورة يوليو المدينة. هنا تدخل رئيس الوزراء حسين سري لإنقاذ الموقف، واقترح أن يعين محمد نجيب وزيرا للحربية،
بعدما تنامت شعبيته انتخابات الضباط، إلا أنه لم يتمكن من ذلك، ومن ثم تقدم باستقالته على الفور. فاختار الملك فاروق محمد نجيب الهلالي لتشكيل الوزارة الجديدة، وذلك في 22 يوليو سنة 1952. واختير إسماعيل شريف الموالي للقصر ليكون وزيرا للحربية في هذه الوزارة، إلا أن هذه الوزارة لم تكمل يومين إلا أن هذه الوزارة لم تستمر يومين كاملين، حيث قامت الثورة وتحرك الجيش بقيادة اللواء محمد نجيب وكمال عبد الناصر، ونفذوا الخطة المحكمة التي أعدوها بكل دقة، واستولى ضباط الأحرار على المراكز الحيوية في العاصمة، وقبضوا على أعضاء هيئة أركان حرب الجيش. وقبل بزوغ الفجر تمكن أو ترأس محمد نجيب اجتماع للجنة الضباط الأحرار التي أطلقت على نفسها اسم مجلس قيادة الثورة. إلى هنا أعزائي الطلاب تنتهي المحاضرة السادسة عن الملامح الأولية لثورة يوليو سنة 1952. لنلتقي في المحاضرة السابعة لنرى كيف قامت ثورة يوليو المجيدة في 23 يوليو سنة 1952. دمتم بكل خير، وسلمكم الله مع خالص تمنياتي لكم بدوام الصحة والعافية. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب الفرقة الرابعة إرشاد سياحي، أتمنى أن تكونوا بخير جميعا. نواصل اليوم المحاضرة السابعة في مقرر تاريخ مصر المعاصر، ونواصل الحديث أيضا عن ثورة يوليو المجيدة في عام 1952. كما رأينا سابقا كيف تشكلت حركة الضباط الأحرار، وكيف استطاعت أن تضع الخطة المحكمة للسيطرة على مرافق الدولة، لذلك على الرغم من دسائس الملك واستعانته ببريطانيا التي حاولت قدر الإمكان أن تجهض هذه الحركة وتؤيدها، ولكن استطاعت مجموعة الضباط الأحرار المخلصين أن يقوموا على تنفيذ تلك الحركة التي حظيت بتأييد شعبي واسع. قبل تحرك الضباط الأحرار في ليلة 23 يوليو، عقدت الهيئة التأسيسية للتنظيم عدة اجتماعات في منازل قيادة التنظيم، تم من وضعها خلال من وضع من خلالها وضع خطة التحرك التي كتبها جمال عبد الناصر بيده. كانت هناك بعض الأخبار التي وصلت للرئيس الراحل جمال عبد الناصر بأن الملك يعتزم القبض على 13 من الضباط المنتمين للتنظيم، وأن هناك نية منه لتعيين حسين سري وزيرا للحربية. فاجتمع مجلس قيادة الحركة لإقرار الخطة التي وضعها زكريا محي الدين بتكليف من عبد الناصر وعبد الحكيم عامر، حيث كانت ترتكز على أن تقوم الكتيبة 13 بقيادة أحمد شوقي المكلف بالسيطرة على قيادة القوات المسلحة في سرية كاملة، وقرروا أن تكون ساعة الصفر هي الساعة الواحدة من ليلة الأربعاء 23 يوليو 1952، واتفق الضباط أن يكون مركز نشوب الثورة هي منطقة سكنات الجيش من نهاية شارع العباسية إلى مصر الجديدة. إلا أن خطأ في إبلاغ يوسف الصديق ثاني الكتيبة 13 بساعة الصفر تسبب في نجاح الثورة، حيث تحرك يوسف الصديق بقوته في الساعة 11، واستطاع أن يسيطر على مجلس قيادة القوات المسلحة في كوبري القبة، واعتقل كل من قابله في الطريق من رتبة قائم مقام فما فوق. كما كان من ضمن الخطة أيضا الاستيلاء على مبنى الإذاعة والمرافق الحيوية بالقاهرة واعتقال الوزراء. ويذكر الرئيس الراحل محمد نجيب في مذكراته أن يوم 22 يوليو كان اليوم الأخير في عمر نظام الملك فاروق، وأطلق على اسم الحركة اسم كودي هو نصر، وكان كل شيء قد تم ترتيبه، وكنت أخشى أن يربك أحد ما خططنا. هذا ما يقوله الزعيم الراحل الرئيس محمد نجيب.
نجحت ثورة 1952 كما ذكرنا قبل ذلك نتيجة تلاحم الشعب مع هذه الحركة ومباركته لها، بالإضافة إلى ما لقاه الشعب المصري من تعنت ودسائس القصر وتواطؤه مع قوات الاحتلال البريطاني. انتهى الأمر إلى سيطرة قوات أو سيطرة الضباط الأحرار على نظام الحكم في مصر، وتم خلع الملك فاروق بعد 4 أيام من قيام الثورة، وغادر هو وأسرته مصر متجها إلى إيطاليا. وأعلن أن أحمد فؤاد الثاني هو ملكا على مصر تحت إشراف مجلس الوصاية. على الرغم من أن هذه الحركة قد تألفت من عدد من صغار ضباط الجيش، اللهم باستثناء بعض الشخصيات من اللواءات كما ذكرنا قبل ذلك في محاضرات سابقة، إلا أن كما قلت وأشرنا إلى أن تأييد الشعب التي حظيت به هذه الثورة سطر لها بأحرف من نور النجاح والوصول إلى سدة الحكم. ثم بعد ذلك طبعا شكل مجلس قيادة الثورة، وتقرر إسناد منصب رئيس الوزراء إلى علي ماهر، وتم تعيين اللواء محمد نجيب بمنصب القائد العام للقوات المسلحة. وطبعا ضم هذا المجلس مجموعة من الضباط محمد نجيب وجمال عبد الناصر ومحمد أنور السادات وعبد الحكيم عامر وجمال سالم وصلاح سالم وزكريا محي الدين وحسين الشافعي وعبد اللطيف البغدادي وغيرهم. طلب الملك من مجلس الثورة أن يكون خروجه مشرفا من مصر، وأن يكتب هو والمجلس قرار التنازل عن العرش حتى يحفظ ماء وجهه، فوافقه الملك على ذلك. وفي اليوم التالي مباشرة أعلن محمد نجيب تمسك الدولة بالدستور، وأعلن إلغاء أن النظام الملكي لم يلغى، وشكل بل هو تشك بل شكل مجلس وصاية على الملك الصغير، وتولى مجلس الثورة حكم مصر إلى جانب مجلس الوصاية الملكي، وذلك في الفترة من عام 1952 وحتى عام 1953 عندما انفرد بالحكم بعد إلغاء الملكية، وتم إلغاء مجلس الوصاية هذا وإعلان الجمهورية العربية المصرية في 18 حزيران 1953، وأصبح محمد نجيب أول رئيس للجمهورية مع احتفاظه بمنصب رئاسة مجلس الوزراء. بهذا نكون قد وصلنا إلى نقطة النهاية في الحديث عن ثورة 23 يوليو 1952 المجيدة، التي صدرت بداية جديدة في تاريخ مصر المعاصر. نواصل في المحاضرة القادمة إن شاء الله الحديث عن حرب أكتوبر المجيدة سنة 1973. أتمنى تنعموا بصحة وسلام، مع خالص تمنياتي لكم بدوام التوفيق. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.